كانت وزارة المالية حاضرة معنا، كان كذلك المدير الإقليمي ديال الضرائب اللي شرح للمقاولات الذاتية والمقاولات الصغرى والمتوسطة على القانون المالية اللي جدد فيه 2023 مع الظرفية اللي كان يعيشو ديال نقص الأمطار، كذلك ارتفاع المحروقات، سلع الخضار، الضريبة على العقار، الضريبة على المقاولات، الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات المتوسطة والصغرى، وكذلك المقاول الذاتي. واليوم كان استفسار من الإخوان ديال الضريبة مع السي حسن اللي هو كان يعني على درجة عالية على السؤالات ديال الإخوان قطرة التجار، والحمد لله الناس تفهمت، وربما كاين شي حوايج اللي خصهم يتبدلوا في القانون اللي خص اللي يكون في التشريع ماشي عند الضرائب، خص بعض الاسئله، بعض الاقناع ديال الشركات الصغرى والمقاول الذاتي باش نديروا مقترح قانون باش نجودوا العمل ديال الضرائب على الدخل الاضافي وكذلك العشور. لا لا ما كيحميش الباترونا، كي الشركات الكبرى، انا قلت لك الشركات الكبرى عندها قانون بوحده، حنا كنشوفوا المقاول الذاتي والمقاول الصغير والمتوسط، هادو هما الشغل غرف التجاره والصناعه والخدمات للدار البيضاء سطات باش تقوي هاد الفئه هادي وتكون عندها قانون اكثر، ونجودوا العمل ديالها ونجودوا القوانين ديالها باش تخرج للوجود، وربما حتى هي تحاول دير واحد الربح ديالها اللي ما تقتطعش منه حتى 20% او 15%. بغينا نسهلوا هذا الشيء اللي غادي يكون فيه ان شاء الله في المستقبل اقل. القانون المالي لسنة 2023 قانون رقم 2250، فهو في المجمل أتى لتحقيق العدالة الجبائية، وحاول أن يوسع من الوعاء الضريبي بإدخال مجموعة من الملزمين الذين كانوا فيما مضى لا يؤدون الضريبة أو الضرائب الواجبة، وأيضا هناك توجه كذلك في من أجل إخضاع أيضا الملزمين في القطاع الغير المهيكل. ولذلك فالحكم على القانون المالي بأنه يخدم فئة دون أخرى أو هيئة أو ما شابه ذلك، فهذا بطبيعة الحال أمر سابق لأوانه، وبالتالي فتنزيل القانون على أرض الواقع هو الذي سيحدد توجهاته وطبيعته ومدى وبطبيعة الحال طبيعة الحكم عليه، هل هو كان قانونا موفقا أم لا.